السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبياء الله وعلى السيد المسيح وعلى أمه الصديقة مريم عليهم الصلاة والسلام. نرجع لأخونا الحبيب الأستاذ معاذ عليان ونقول له: ما هو التصور المسيحي للتثليث؟ التصور المسيحي للتثليث بيرسموه بطريقة غريبة شوية. يمكن المسلم متعود يشوف المسيحي، مع احترامي يعني، طبعا احنا اخواتنا المسيحيين قاعدين في مصر وكلنا واحد يعني، كلنا اخوه وطنيه وكده، لكن برضو في حاجه لازم نبقى عارفينها، موضوع الثالوث. لما بيجي ينظر المسيحي للثالوث بينظر ما هي ازاي؟ ما هي من منطلقات الاخوه. انا اسف ان انا اقطعك على الحته دي، بس انا عايز ابين حاجه. ما هي من منطلقات المحبه والود والاخوه ان انا اخاف عليه، واخاف عليه من نار جهنم اهم. يعني انا لو شفت يعني حريقه وشفت واحد مسيحي رايح ناحيتها او هيقع فيها، هوقفه وانقذه ولا لا؟ توقف طبعا. حريقه الدنيا دي شيء بسيط، ولكن جهنم تلظى والعياذ بالله، هذه تحتاج الى جهد جهيد ان انا امنعه منها. انا مش عايزه يروح للهلكوت، انا عايزه يروح معايا الملكوت، على الاقل انا اقدم طرحي بالدليل من الكتاب. تفضل يا استاذ. الثالوث مش موجود كعقلي، ما يقدرش يتصوره عقليا، لكن في فكره مهمه بينظروا ليها. الكتاب ده كتاب اللاهوت المسيحي والنصارى المعاصر زي ما اتكلمنا. دي صور الثالوث. لو تلاحظ، لو هيعرضوها على الكاميرا هتلاقي ثلاث اشكال زي بعض. ثلاث اشكال زي بعض. يعني حضرتك عايز تقول ان الصوره الموجوده دي، الصوره دي هي صوره الثالوث المسيحي. الصوره دي ثلاث اشخاص زي بعض، دي صوره الثالوث المسيحي. ثلاث اشخاص لابسين زي بعض تقريبا، الشكل، الوش، مخلوقين طبعا من لحم ودم وكده. ده ايه؟ جوهر واحد. يعني دول جوهرهم واحد وطبيعتهم واحدة. ما هم ثلاثة. طيب، ما هو ثلاثة اقانيم. هو ده التوحيد في المسيحية. توحيد ايه بقى؟ عشان بس ما حدش يقول لي انت مين قالك ان دي صورة الثالوث ودي مش صورة الثالوث. هو كاتب ايقونة الثالوث المقدس. ده في اول الكتاب. في اول الكتاب. المخطوطة دي بترجع القرن ال 15. طبع باذن الرؤساء طبعة ثانية سنة 1989. جميع حقوق الاقتباس والترجمة والنقل محفوظة، منشورات المكتبة البوليسية في بيروت، شارع لبنان، بيروت، صندوق بريد كذا والى اخر. هذا طبعا. دي شكل الثالوث. لو احنا ننظر للثالوث هنا برضه، يا دكتور منيس عبد النور كان مقدم كتاب اسمه خواطر ميلادية. تمام. بكاتب يعني بيتكلم عن الثالوث وكده. طبعا الصوره مش هتبان، يا ريت لو يحط الصور بقى في طبعا. ايه موجوده؟ هي صوره مكبره على الشاشه. تمام، موجوده الصوره. خواطر ميلاديه عن تقديم القمص او القس منيس عبد النور، صفحه 94. دي صوره الثالوث. تمام. الاب على اليمين، راجل سنه كبير، الابن على الشمال. يعني اللي على يمين الشاشه ده، ده الاب. اللي على اليمين، اللي على الشمال ده الابن. سبحان الله. اللي فوق دي روح القدس. الله عن ذلك. واللي طايره بين الاثنين دي. ده بقى رسم للنص اللي موجود وقت تعميد يسوع في انجيل متى 3:16 و17. ولما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، واذ السماوات انفتحت وراى روح الله نازل عليه مثل حمامه وصوت من السماء قائلا، يمكن الشاشه مش هتجيبها، ادي المسيح اهو، سيدنا عيسى المفروض يعني اهو واقف في التعميد، الروح القدس اهي، وفوق هم طبعا مش حاطين صوت، هم حاطين ايد الاب. ثلاث صور. ده الرسم المسيحي للثالوث. نسأل الله العافية. يفرق ايه عن اللي احنا شفناه هنا؟ الرسم الوثني ده. الرسم الوثني. ما يفرق شيء، لأن القرآن قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يفرق ايه؟ الآية في سورة التوبة، الآية في سورة التوبة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. طيب الصورة اللي هتظهر قدام المشاهدين يا أخونا الأستاذ معاذ دي برضه نفس الموقف تقريبا. لو نلاحظ هنلاقي الحمامه في النص، دي روح القدس بنفس النص. النص موجود في انجيل متى 3:16 و17. الاب على الشمال. على اليمين، والابن على الشمال. تمام. يعني عايز اقول شيء للمشاهدين والمسيحي قبل المسلم. التصور الان لقضيه الاقانيم، ما هو المسلم برضه يخلي باله. انا عايزك تعرف نقطه في القران. القران لما قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قد يقصد هؤلاء اللي بيخلوا الله جزء، او بيخلوا المسيح جزء في الالوهيه، والروح القدس ليه جزء في الالوهيه، وحاولوا يتصوروا هذا الثالوث. فلما تصوروه هم بيقولوا ان احنا موحدين،
خد بالك لما بنتكلم معاه بيقول لك انا موحد، انا مش مثلث، انا موحد، ده توحيد. فاحنا بنقول له الله سبحانه وتبارك وتعالى واحد في الذات والصفات. لو بصيت للتوحيد في الاسلام، توحيد الالوهيه، ان تعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى بافعالك، تالهه وتعبده وتتوجه اليه. توحيد الربوبيه، أن تعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى بأفعاله هو، أن تؤمن أنه الخالق والرازق والمدبر سبحانه جل في علاه، هذا من توحيدك لله. توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن أن الله سبحانه وتبارك وتعالى له الكمال في صفاته وفي ذاته، وله الأسماء الحسنى سبحانه جل وعلا، فإنه منزه عن كل نقص وعيب وخلل، ليس كمثله شيء، لا يشبه الخلق ولا يشبه الخلق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. لما حاول النصارى أن يثبتوا أو أن يتخيلوا هذا الإيمان الوثني، قضية التسليس، عملوا إيه؟ تصوروا أن الآب ده راجل كبير في السن، عجوز زي ما شفتم الصورة، الإب شاب صغير، الروح القدس حمامة طيرة، وفي الآخر يقول لك إن الثلاثة دول إيه؟ واحد. معقول؟ معقول. وماله؟ ده مش معقول، ده أي كلام فاضي معقول زي ما بيقول. عمر الثلاثة ما هيكون واحد. هذه مرفوضة رياضيا، هذه مرفوضة عقليا، هذه مرفوضة كتابيا، وليس عليها أي دليل. وهذا التصور الذي رأينا بالأدلة من كتب القوم وبالتصوير الفوتوغرافي اللي هم عاملينه، والكتب موجودة، وشفنا تصورهم، لقيناهم بيتصوروا الآب على إنه رجل كبير شيخ مسن، الابن شاب صغير حليوة كده أبيضاني إن كان في أوروبا، أسمراني إن كان في أفريقيا، على حسب المنطقة. خد بال حضرتك إن الابن عندهم في كل بلد ليه صورة مختلفة، في كل بلد ليه صورة مختلفة عن التانية، الروح القدس حمامة طايرة بهذا الشكل. هذه العقيدة عقيدة وثنية، هذه العقيدة لا تمت العقل والمنطق بصلة، هذه العقيدة ما نادى بها المسيح. السيد المسيح قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا ما نادى به المسيح صلى الله عليه وسلم. فإن أردتم، إن أردتم الإيمان الحق فارجعوا إلى كلامه. ماذا قال لكم؟ قال لكم الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله أو بكلمة المسيح على حسب الترجمة، وهذا موجود في رسالة رومية الإصحاح العاشر عدد 17. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، أين الخبر الذي تؤمن به يا أستاذ؟ أيوة أنا بقول لحضرتك ولحضرتك يا من تؤمنون بالتثليث، أيها القمص، يا أبا جهل، يا من تصعد لترفرف على القناة وتقول أين المسلمون، أنا أقول لك الآن، أتحداك أن تأتي بدليل أصيل أمام كل السادة المشاهدين، أن تأتي بدليل واحد أصيل في الكتاب المقدس يدل على عقيدة التثليث. فهل تستطيع؟ تقدر؟ طيب